من ديسمبر 87 لمارس 2012 ارتاح عمل الهدنة عام حرب الخليج فقط. هذه أمراء من السعودية نعطيك حتى سميهم، وثم وزراء نعطيك حتى سميهم، ومتقاسمين الأراضي التونسية، ولا يأخذوا في ترخيص لا من إدارة الغابات، هي الوحيدة اللي تعطي ترخيص للصيد، ولا يأخذوا في ترخيص حتى من بقعة. ويجوا الأمراء هذوما تسبقهم قافلات عندهم المستودع في تطاوين، عندهم مستودع في جابس، وعندهم مستودع في طوزة. الصيد هذايا معناها جينيرالمون يبدأ من أواخر أكتوبر يوصل حتى للمارس وابريل. مارس وابريل هم يجوا فيش يصطادوا في الحبارة ويصطادوا في الغزال. الحبارة علاش يقولك فيها تزيد الخصوبة عند الرجل خير من البياغرا وما ذاك، هي مش بالحبارة، ياخذوا في المرارة متاعها لابيسي بليار ويشيحوها وياخذوها تعوض لهم البياغرا، وهذه سي با بروفي ني سيانتيفيك ني حتى شيء، لكن في مخاخهم هكاك. ويصادوا الغزال، معناها جي دي بروف عندي حتى تصاور نعطيهم لك. مشيت في الصحراء عملت تروبيري ثلاث سنين مختلفين، تبعت حشاك حتى الزبلة نتاعهم يصطادوا، ياخذوا ترخيص باش يصطادوا كان بالبرني فقط، اما يصطادوا حتى ببنادق الصيد والبنادق اريبيتيون مع بالكلاشينكوف بالفيزي متراير وكل شيء، هذه ممنوعه منع بات مش تصاد بهم. معناتها يدخلوا بالكلاشينكوف في تونس، يدخلوا اكثر من كلوب دي مرة عندهم كهرباء الكرسي يدور، عندهم سيبور يهز المكحلة، معناها ألفات بورصة. كان عندهم كرهب جي ام سي، بعد ذلك بدلوهم، بدلوا البارك كله مرسيدس، معناها كرهب يجو سبيسيالمون توا فرون، معناها تو لو كونفور بوسيبل، شيز تورنونت، سيبور بور لي فيزي تو. منين الجنسيات نتاعهم؟ سعوديين. 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 والأدواء أمر قسموا، مثلاً ولاية تطاوين قسموا على شقين، ولاد نايف يصطادوا في شيرة، ولاد الأمير أحمد يصطادوا في شيرة، ولاد عبد العزيز يصطادوا في شيرة، ولو كان واحد يتعدى على الآخر يتعرفوا، وصلوا يقول لها شبيك دخلت أرضي، معناها أرض تونس ولات هم يحكموا فيها، لا واحد يتعدى على أرض الآخر. والقطريين خذوا شط الغرس، عرفت شط الغرس وين؟ فوق شط الجريد، فوق طوزر. ثم شط اخر انت ماشي طالع على القصرين قبل في الحدود الجزائريه تشط الغرسه، القطريين قالوا كان الشيره هذيك. الاماراتيين ما بقالهمش بقعه دونك يصادوا، بويسكو ثم بيناتهم نسب، الشيخ زايد متزوج اخت الملك الحسن الثاني، وعندهم معناها ارض شاسعه في المغرب يصادوا فيها، عندهم اثنين اماكن يعملوا حتى في الريبرودكسيون تاع الحبارة. السعوديين حبوا يعملوا محاولة، عندي حتى الوثائق ونوفرهم، يعملوا محاولة باش خاطر كي طردنا برشا مرات، وفي عهد بورقيبة، في عهد عبد الله فرحات الله يرحمه، في عهد سيلاس بن عثمان مازال حي، يا ريتكم تحكوا معاه، خاطر وقتها وهم الوحيد اللي طردوه، هم الوحيد اللي وصلوا طردوه. وصل سي حسن بالخوجة رئيس الترجي سابقا ورئيس المدير العام تاع الاس تي بي، وصل وقت وزير الفلاحه كلموا ولي تطاوين، قال راهم جاوني امراء، جاوني ناس يصطادوا. قال شكون؟ قال لهم امراء. قالوا امراء في بلادهم في تونس يجوا يحترموا القانون. قال طردهم. قال كيفاش؟ قال طردهم. فعلا ولي تطاوين ولي مدين وقت تطاوين مش ولايه وطردهم. عام وقتاش هذا؟ عام 82 حاجه من هيك، في فتره وقت السي حسن بالخوجه وزير الفلاحه. كي روحوا القطريين روحوا نهار 30 ديسمبر، نهار 30 جانفي، معناها عدوا اربع سنين. يعني مشيت لهم حتى المخروقه، المخروقه هذه جايه كي تشوف تطاوين تهبط 178 كيلو متر لطه، وين الحدود نتاع الجزائر وليبيا يقربوا بعضهم. 2012 انا 94 يوم في تونس للصيد. للصيد. الوطن نتاعهم موجوده غاديك. الوزراء الكل في بالهم. وعندي ثلاثة وزراء، عندي ليزيميل نتاعهم، عندي البورتابل نتاعهم. نبعث لهم في ليز اس ام اس ونكلم فيهم على البورتابل ونبعث لهم في ليزيميل نتاعهم. كله في بالهم.
وثم جاني واحد قال لي الوزير الفلاني طلبني شخصيا هتعطيني كان عندكم حاجات خلنا نحكيها في الحكومه. بعث له وصلها ولا ما وصلهاش خاطر حسيده سنسير اما كله في بالي وحتى حد ما منع حتى حد. اكبر براكوناج صار في تونس صار في 2012. زيد على ذلك في تعطيك الموقع بتاع الانترنت ثم ناس تعمل في ديزانونس عن طريق الشبكه العنكبوتيه وعندهم دي كونتاكت مع قطريين ومع كويتيين ومع اماراتيين وسعوديين. هذه الورقه اللي وريتها لي نتاع تونيزي انونس 25 غزاله تباعوا في في السوق السوداء كنا في بومندي 23 غزاله 25 غزاله تباعوا نهار 23 ديسمبر 2011 23 ديسمبر الناس تحضر النواب معناها تعدي النواب بالغزال التونسي معناها بعثت كي وصلني الاخبار بعثت البريغاديير نتاع قبلي قال لي اولا ما عنديش سياره باش يتحرك وخذ لي رخصه كلم عارفي كلمت الواحد قال لي انا نحضر في روحي للتريت خارج في الانتريت قال لي نحضر في روحي للتريت انا بارتو على الريتريت ايش عندي ما نعمل معناها في تونس كما مازلنا عام على الانتريت نولوا في كونجيات ولا كيفاش ما تاخذ معناتها شيء هذا تحط في الانترنت تحط في لابريس عدى في لابريس في الجرايد لكن معناتها لي زوتوريتي ما عملوا حتى شيء الوزارات ما عملت حتى شيء الاداره نتاع الفلاحه ما عملت حتى شيء شفت لهم تاع الغابات اداره الغابات ما عملت حتى شيء شفت لهم انا كل لي زارتيكل عطيتهم لك كانزان على البراكوناج وبراكوناج على كارت وسيلونس يلتو ايبيزود 1 وسيلونس يلتو ايبيزود 2 ولي كاتاليكي وكل لوجيست وكلهم جمعيات بيئيه وكلهم حتى دي مينيستر وما صار شيء ما صار حتى شيء حسب رايك علاش؟ ناس اخطا راسي وضرب